أكد خلاله سعادته بقيادة الفريق في الموسم الجديد للدوري العراقي الممتاز، وبين أن لديه طموحات بتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم. العمار والجهاز الإداري نشكرهم على الثقة اللي أعطونا إياها، وإن شاء الله نقدم مستوى طيب يليق في نادي زاخو ومنطقة زاخو، وإن شاء الله نحاول نجتهد إحنا مع اللاعبين ومع الاستاف الفني والجهاز الإداري، وراح نعمل هذا الموسم ان نطلع بصوره ترضي الجماهير اللي حاضره، ودائما بنعود الجماهير بالافضل، ونقول دائما احنا مع زاخو، جمهور زاخو، وزاخو دائما نمبر 1. طبعا انا قبل ما اجي كنت حاب الاجواء الجماهيريه، وحاليا يوم وصلت حبيتها اكثر. وما دام حبيتها اكثر اعرف اني راح اعطي اكثر لهذا الفريق ولهذا الجمهور هذا باذن الله، وان شاء الله ان دائما نستمتع مع الجماهير هذه. والله شوف، طبعا نادي زاخو لديه جماهير على مستوى عالي، والاستاذ عمار اعطانا الثقه الكامله باختيارنا اللاعبين، باختيارنا الجهاز الفني، وطبعا هذا شيء يحسب لرئيس النادي ولاداره النادي. دائما اذا مكان تحس فيه انه معطيك الثقه اعرف انك راح تشتغل بافضل احوال باذن الله. طبعا صحيح اول مدرب قطري يخوض تجربه في الدوري العراقي، الكل عارف الدوري العراقي دوري متطور، دوري هذا الموسم في عده امور تعطيه الافضليه عن الدوريات الاخرى. طبعا زاخو كنت اتابعه من السابق، وخصيصا هذه السنه بالاخص الجماهير جدا جماهير ممتعه، جماهير تجذب اي مدرب او اي لاعب انه يكون متواجد بهذا النادي. طبعا ان شاء الله ان نقدم هذا الموسم اداء مميز، وان شاء الله ان نغير الصوره اللي كانت في العام الماضي. طبعا طموحاتنا كبيره، امالنا كبيره، نحاول نسعد الجماهير، نحاول نسعد ايضا الجهاز الاداري اللي اعطانا الثقه، وان شاء الله ان نقدم موسم مميز، وباذن الله نتوفق هذا الموسم ان شاء الله.